أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صلاة العصر تجمع مع الظهر في المطر، أم أن الجمع في المطر خاص بالعشاء مع المغرب؟ وما هو ضابط المطر الذي يجوز فيه الجمع؟ يا إخواني، لا تتبعوا الأقوال الشاذة. صلاة جمع صلاة العصر مع الظهر هذا قول شاذ، ولا حاجة إلى العمل به الآن، لأن الناس الآن في النهار يذهبون إلى أعمالهم ولا يبقون في بيوتهم، فلا حاجة إلى الجمع بين العصر والظهر. بخلاف المغرب والعشاء فالناس يحتاجون إلى الكن وإلى البيوت، فهم إذا جمع لهم بين المغرب والعشاء يحصل لهم راحة. وأيضا في ظلام الليل، النهار ما هو مثل الليل، الليل ظلام، ففي فرق بين جمع المغرب جمع العشاء مع المغرب وجمع الظهر جمع العصر مع الظهر، في فروق كثيرة. فلا تأخذوا بالأقوال الشاذة وتشوشوا على الناس في هذا الأمر. وأما المطر الذي يجمع من أجله فهو الذي يبل الثياب، المطر الغزير الذي إذا خرجت وبرزت يبل ثيابك، بخلاف المطر الخفيف والرذاذ، هذا لا يجمع من أجله المطر لأنه لا يبل الثياب. والصلاة أمرها خطير، ما يتلاعب بها الإنسان ويجمع الصلاتين بدون سبب شرعي واضح وثابت. لا تخاطروا بهذه الصلاة، فإنها مسؤولية عظيمة، وأنتم تتحملون هؤلاء العوام الذين تجمعون لهم من غير مبرر ومن غير سبب. نعم.